والجليس السيء يا عبد الله إما أن يكون داعيا إلى الشهوات، وإما أن يكون داعيا إلى الشبهات. والداعي إلى الشهوات أمره بين، فإنه يظهر عليه أثر الفسق، فمن علاماته ظهور أثر الفسق عليه، ومن علاماته أنه إذا رأى منك إقبالا على الآخرة حرص على أن يردك إلى الدنيا، وإن رأى منك نشاطا في العبادة حرص على أن يثبط من عزيمتك. إن رآك مقبلا على الآخرة قال لا تكن من المتشددين، كن مسلما عصرانيا، مسلم يعيش عصره. ومقصودهم بمسلم يعيش عصره أنه مسلم بالإسلام يرتكب المعاصي والآثام. لا تكن متشددا، ستتهم بأنك إرهابي إن أعفيت لحيتك، إن قصرت ثوبك، إن أقبلت على عبادتك. حاول جاهدا أن يردك إلى أن تكون من أولاد الدنيا، وهذا أمره ظاهر بين. وأما الجليس السيء الآخر فهو الذي يدعو إلى الشبهات، وهذا محل إشكال عند النظر، لأن مظهره مظهر الصالحين في غالب الحال، ولكنه يدعو إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ملامح هذا الجليس السيء أنه يزهدك في والديك وكبارك، يريد أن يبعدك عن والديك وأن يبعدك عن الكبار، لأن للكبار حكمة وإن لم يكن لهم علم، فالكبير علمته السنون وتعلم من الدنيا، فإذا كنت ملتصقا به فإنك تتعلم من حكمته ولو لم يكن ذا علم. فالجليس السيء يعلم أن والديك وأن كبارك حاجز بينك وبين السقوط في براثنه، فيبدأ بأن يزهدك في والديك وفي بيت أهلك وفي الكبار من حولك. والداك فاسقان، والداك لا يحبان الدين، والداك حتى يصبح الشاب لا يحب أن يدخل بيت أهله، وإذا دخل بيت أهله دخل كالأسد، إن سلم فذاك حسن وإلا فلا يسلم، ثم يلوذ بغرفته يرتاح قليلا ثم يخرج مع من؟ مع الشباب، مع الإخوة في الاستراحة، يزهد في والديه. والله ما عرفنا أصحاب المكر إلا يسلكون هذا الطريق، يريدون أن يبعدوا الشباب أو يبعدوا الشاب عن الحكمة حتى لا يكون ذلك حاجزا بين افتراسهم له وبين هذا الشاب. ولذلك يا عبد الله إذا رأيت مجالسا يحرص على أن تزهد في والديك وأن تزهد في كبارك فاعلم أن في الأمر سوءا. نعم قد يأتيك الناصح فيقول هناك أخطاء عند والديك، احرص على الصلة بهما والوصية والنصيحة، خذ لهما أشرطة
خذ لهما كتبا، انقل لهما كلام أهل العلم لعلهما أن يرتفعا بمقامهما. هذا ممكن أن يكون من الجليس الصالح، لكن أن يأتيك ويزهدك في بيتك يريد أن يفصلك عن والديك وعن الكبار، فهذه من علامات الجليس السوء. والأمر الثاني أن يزهدك في العلماء الذين شهد لهم أهل الأرض بأنهم أهل العلم الذين يرجع إليهم، ويأخذ في ذلك أحد طريقين: إن رآك قابلا للطعن فيهم طعن فيهم أصلا وقال هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء أذناب البغلة، هؤلاء أعطاهم السلاطين حتى أرضعوهم حتى أشبعوهم، هؤلاء 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 حتى تزهد في العلماء. فإذا زهدت في العلماء سقطت إلى من هو علماء وإن سموه عالما، هو على الماء، لا سنة عنده ولا خير عنده. وإن رأوا أنك لا ترضى بالطعن في العلماء قالوا أنت صغير ما تفهم كلام العلماء، أنت لا تفهم كلام الشيخ صالح الفوزان، أنت لا تفهم كلام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنت لا تفهم كلام الشيخ صالح الحيدان، أنت لا تفهم كلام الشيخ عبد المحسن العباد، أنت لا تفهم كلام الشيخ صالح السحيمي، هؤلاء كبار أكبر منك. تعلم عند الصغار من الذين لا يشهد لهم بالعلم ولا بالصفاء، فإذا تعلم عندهم انقطع عن الكبار ما يصل أبدا. فمن علامة الجليس السيء في باب الشبهات أنه يحرص على أن تزهد في العلماء الذين اعترف لهم بالعلم. وأما الأمر الثالث فهو أنه يكون حريصا على ملء قلبك حقدا على ولي أمرك القائم، فيحرص على أن تبغض ولي أمرك الذي قام واستقام له الأمر، يكذب عليه ويكبر أخطاءه، ويحرص على أن يظلم قلبك من جهته. وأما الأمر الرابع فهو التزهيد في كتب العلماء والحث على كتب غيرهم ممن لا يعد من العلماء وممن عرفت أخطاؤه وكثر زلله، فتجده حريصا على أن يزهدك في الكتب الموثوقة من كتب السلف المتقدمين أو من كتب أتباعهم من المعاصرين، وتجده حريصا على أن يدعوك لأن تقرأ كتب فلان وفلان، إما ممن بين العلماء أن كتبهم مليئة بالأخطاء الشرعية بأنواعها، وإما ممن لا يعد عند أهل العلم من أهل العلم. فإذا وجدت جليسا يزهدك في أهلك وكبارك ويزهدك في علمائك الكبار ويحرص على أن يظلم قلبك في ولي أمرك ويحرص على أن تزهد في الكتب النافعة، فاعلم أنه جليس سوء، ففر منه كما تفر من الأسد. واحرص على الجليس الصالح الذي يحرص على أن تكون سباقا إلى الخيرات،
الذي يحرص على أن يكون قلبك سليما مضيئا مليئا بالنور والهداية، الذي يحرص على أن تعرف سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم وأن تلزمها، الذي يدعوك إلى كل أصل شرعي ثبت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا رأى منك خللا بادر إلى نصحك وبادر إلى البيان لك لتكون من أهل الخير. وهذا الأمر دعاني للتنبيه عليه سؤال وردني من أحد الناس، قال: يا شيخ، ألحقت ابني بمجموعة من شباب في استراحة، ظننت أنهم يجتمعون على خير لأنه يظهر عليهم الخير، فأصبح ابني الآن يتكلم بكلام غريب، يقول يأتي يقول: ما رأيك في نظام المملكة؟ ما رأيك في الملك عبد الله؟ ما رأيك في الوزراء؟ هل يحكم شرع الله في بلادنا؟ هل قال: فوجدت أشياء ما عهدناها نحن ولا سمعناها من العلماء ولا عرفناها من المشايخ. وبدأ يتغير حتى في صلاته، كان يصلي معي في المسجد الذي بجوارنا، أصبح لا يصلي، يذهب إلى مسجد بعيد يقول: هذا المسجد فيه الشيخ الفلاني، هذا من علماء السلاطين. وهذا لا شك أنه يقتضي من عباد الله في كل مكان وليس في هذه البلاد الحذر ممن يصيدون الشباب ويدلونهم دلالة على غير ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في أن ننتبه لأنفسنا وللشباب. قرأت كتابا لأحدهم ملأه بالطعن في أهل العلم المعروفين، هيئة كبار العلماء والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ أبو بكر جابر الجزائري والشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ذكر عددا من أسماء المشايخ الذين عرفوا بالتدريس والعلم. لا زال يطعن، لا زال يطعن، لا زال يطعن، يكذب، والله نعرف أنه يكذب. حتى وصل في آخر الكتاب إلى مراده، قال: بقي أن يعرف الموحد أن هؤلاء لا يرجع إليهم في شيء. سبحان الله، وجدت أنه يصرح في أثناء كلامه يقول: كلما قلنا لهم شيئا قالوا: ما بال ابن باز وابن عثيمين. فوجدوا أن هذين الجبلين وأمثالهما من العلماء يكونون كالسور بينهم وبين سقوط الشباب في الفكر المنحرف. يقول بنص كلامه: كلما قلنا للشباب شيئا قالوا: ما بال ابن باز وابن عثيمين. لماذا لم يقولوا بهذا القول؟ ولذلك ألف كتابه قصدا للطعن فيهم، لعله أن يسقطهم ويصل إلى النتيجة التي يريد، وهي أن لا يرجع الشباب إليهم. وإذا لم يرجعوا إلى هؤلاء الجبال، هؤلاء العلماء، فإلى من سيرجعون؟ سيرجعون إلى من يحمل الفكر المنحرف الذي والله لا يقود البلاد
إلا إلى التكفير والتفجير والتدمير، ولا يصلح العبد به ولا يصلح البلد به. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه